صلاة العيد جامعة أثابني وأثابكم الله. استووا اعتدلوا. الله أكبر الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر. 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 بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، له الحمد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بشر ووعد وأفرح وأسعد، تعبدنا بالأمل وأمرنا بالعمل وحذرنا من الملل، فمن سار على دربه وصل، ومن أدمن قرع بابه دخل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله. نهانا عن الحزن وحذرنا من الوهن، يأس المُيأسين وثبط المثبطين وخذل المخذلين، تفارح حتى فرح واستبشر حتى بُشِّر، رأى النور في النفق والفتح في الخندق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بادئ ذي بدء، نرفع أحر التهاني وأطيب الأماني لصاحب المقام الأسنى والقدر الأسمى، فخامة الشعب اليمني العظيم حفظه الله ورعاه، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على شعبنا وأمتنا بالخير والحرية والكرامة والقوة والإنسانية. معاشر الأحرار والحرائر، كم هو الفرق كبير بين عيد نؤديه وعيد نعيشه، بين عيد نستهلكه وعيد ننتجه. عيد من الدهر، عيد من الدهر لم تصنع بشائره أوهامنا، بل صنعناها بأيدينا. الآمال تغلب الآلام، والأفراح تهزم الأتراح، ونحن نقف اليوم على ركام عهد حول العيد وعيدا والمشهد شهيدا، عهد مآسيه أكثر من أماسيه وضحاياه أكثر من أضاحيه، عهد استعاض عن الفداء بالقتل واستبدل ثقافة إبراهيم وإسماعيل بثقافة قابيل وهابيل، عهد بدل أن يذكر حكامه اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، كانوا يذكرون اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنام، فأسقط الله حيوانيتهم ونصر إنسانيتنا، وكان هذا هو العيد. إن العيد الحقيقي هو يوم للإنسان وعيد للإنسانية، فعيد الجمعة الأسبوعي مرتبط بالإنسان خلقا وابتداء، وعيد الأضحى السنوي مرتبط بالإنسان إنقاذا وافتداء. قال صلى الله عليه وسلم في الأول: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم. وقال تعالى في الثاني: فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. واليوم جمع الله لنا العيدين معا وأتمهما بثورة الإخلاص والخلاص، الإخلاص لله والخلاص من الطغاة. معاشر الأحرار والحرائر، إن كل عيد ينتقص من إنسانيتنا فليس بعيد. ولذا كان موقف الإسلام صريحا في نسخ أعياد الجاهلية، لكونها مناسبات لإذلال الإنسان وتعبيده للحجر والشجر والبشر، وهذا ما لا يرضاه الإسلام ولا يقره نبينا عليه الصلاة والسلام. فعن أنس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان، أي عيدان، قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. فعيد الفطر مرتبط بصوم رمضان، حيث نتسامى في مدارج الروحانية ونحلق في فضاءات الصمدانية، بعيدا عن الماديات المزلة والطينيات المذلة، انتصارا للإنسان القيمة على الإنسان المادة، للإنسان القيمة على الإنسان السلعة، للإنسان الروح على الإنسان المادة، للإنسان الإنسان على الإنسان الحيوان. كما أن عيد الأضحى مرتبط بالحج، وهو المؤتمر الإنساني الأعظم، حيث لا يبغي أحد على أحد ولا يطغى أحد على أحد،
ولا يتأله أحد على أحد، وحيث يتخفف المرء من قيود الطبقية وأغلال السلالية وأثقال العنصرية، ولا يبقى منه إلا الإنسان الذي فيه، الإنسان الذي أسجد الله له الملائكة حتى لا يسجد هو للشياطين، وأسكنه جنة السماء لينسج على منوالها جنة الأرض. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وفي هذه المناسبات وفي كل المناسبات نتذكر شهداءنا الأبرار وجرحانا الأخيار ومعتقلين الأحرار، وقد كشفوا أقنعة الزيف عن أنظمة الحيف فارتفع ستارها وانكشف عوارها وانطفأ نورها ونارها، فإذا فارس العرب فرسا للغرب وأسد الممانعة مجرم حرب. نتذكر شهداءنا وجرحانا ومعتقلينا، فنترحم على من قضى نحبه منهم، ونهنئ من بقي وما بدلوا تبديلا، مدركين أنهم أهلة العيد وتباشير القادم السعيد، مذكرين بأنهم وأهليهم تاج رؤوسنا وفخر زماننا، ولهم على العباد والبلاد دين دائما وأبدا مستحق السداد. معاشر الأحرار والحرائر، إن ثورتنا كأعيادنا إنسانية، فمن يقاومها يقاوم الإنسانية، ومن يجرم في حقها يجرم ضد الإنسانية، كيف لا؟ وقد أعدنا بها كتابة التاريخ اليمني من جديد، لنضع مكان السيف اليماني، السلم اليماني. ونحن اليوم وبإنسانيتنا نؤثر الاتفاق على الافتراق، والتحاور على التناحر، وتصفير الخلافات على تصفية الحسابات. بإنسانيتنا نتناسى ولا ننسى، ونتغافل ولا نغفل، ونتجاهل ولا نجهل، نصفح عن المكيدين ونفضح الكائدين. وأهدافنا ممرحلة، أهدافنا ممرحلة لا مرحلة، تنفذها المؤسسات وتحرسها الساحات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولأبناء شعبنا العظيم في الداخل والخارج، عيدكم حوار يعم ولا يخص ويشمل ولا يستثني، الحقوق أرضه والحريات سماؤه، والوطن رايته والمواطن غايته، يمهد طريقه بهيكلة القوات وإسقاط الحصانات واستعادة المنهوبات. فالحوار نتاج ثورة لا أزمة، وشتان بين المنطلقين لقوم يعقلون. ولإخوتنا في الجنوب، ولإخوتنا في الجنوب، حيث تكون المواطنة فثم الوطن، وحيث تكون العدالة فثم الوحدة. وإذا كان الجنوب في عين المخلوع إيرادات، إذا كان الجنوب في عين المخلوع إيرادات، فإنه في عين الثورة إرادات. فلنعمل جميعا من أجل القادم فهو باسم، ولنصنع معا المستقبل فهو أفضل، وكلنا جنوب حتى يرجع الحق المغصوب. ولإخوتنا في صعدة، الحوار، الحوار لا يقمع، الحوار لا يقمع، والسلاح لا يقنع، والتحكم لا يشرعن حكما، والمظلومية لا تبرر ظلما. فبشروا ولا تنفروا، وجمعوا ولا تصدعوا، فليس بالنار تسقى أرض الجنتين، ولا ينصر يزيدا من أحب الحسين. ولرئيس الجمهورية، نهنئك بالعيد فهنئنا بالجديد. يا رئيس الجمهورية، نهنئك بالعيد فهنئنا بالجديد. وكما أن الإقدام ليس كله شجاعة، فإن الإحجام ليس كله حكمة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: العجلة من الشيطان، فإن الله قال: وإن منكم لمن ليبطئن فلا تسمع للمبطئين فيستمع الشعب للمتسرعين. وللمخلوع نقول: للجميع عيد مبارك، ولك أيها المخلوع عيد كمبارك. نقول للمخلوع: للجميع عيد مبارك،
ولك عيد كمبارك. نقولها لك ونحن نستعيد النظام من أيدي المافيا، ونحرر الجيش من فكر الميليشيا، ونقضي بالوعي على الثوروفوبيا. واعلم أيها المخلوع أن غيل الثورة لن تجففه الاغتيالات، إن غيل الثورة لن تجففه الاغتيالات، وموتور التغيير لن توقفه المترات، وفشل الجيوش لن تعوضه العصابات، وأن من خلع فات وما فات مات. وثورتنا بإذن الله من نصر إلى نصر، ومن ساحة إلى قصر. وقد شاهدناك في 2011 طاغية بلا عيد، فشاهد معنا في 2012 عيدا بلا طاغية. وقل للحاشية يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ولإخوتنا في سوريا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وإن حرمتم العيد فعزاؤكم أنكم تصنعونه، وإن ظلمكم العالم فحسبكم أنكم تفضحونه. وإذا كانت ثوراتنا وطنية فثورتكم عالمية، وعلى قدر الأرباح تكون الضريبة، وعلى قدر الأمل يكون العمل. والله معكم ولن يتركم أعمالكم، ونحن بإذن الله من ورائكم. وختاما وقد أطل المخلوع علينا وهو يقول اللهم فاشهد، ختاما أيا رب فاشهد، أيا رب فاشهد بأن عليا عتى وتمرد وغش العبادة وخان البلاد وعاث وأفسد، ومن بعد ما دمر العرف والشرع، من بعد ما جفف الزرع والضرع والنفط والسد، تمادى وهدد، أيا رب فاشهد. صبرنا على حكمه فتمدد، قبلنا بمدته فتأبد، ولما تعبنا من الصبر قام يورث أحمد، أيا رب فاشهد. أبينا فأرغى علينا وأزبد، وهد وشرد، وأروى الثرى من دمانا وردد، اللهم فاشهد. أبينا فأرغى علينا وأزبد، وهد وشرد، وأروى الثرى من دمانا وردد، اللهم فاشهد. طردناه فارتد، تركناه عربد، كأن دم الشهداء يسوقه لينفض سوقه ويلقى مصيرا كوجه بدا في مراياه أسود. كأن دم الشهداء يسوقه لينفض سوقه ويلقى مصيرا كوجه بدا في مراياه أسود. فيا رب فاشهد، فيا رب فاشهد بأننا حرمناه تأبيد حكم البلاد، ولكن منحناه بعد التداول في السجن حكما مؤبد. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وأطلق معتقلينا وتمم نصر ثورتنا، صن دماءنا واحفظ أعراضنا واحمي بلادنا ووحدتنا. اللهم انصر شعبنا السوري في محنته، وكن معه في كربته، وأعنه على بشار وشبيحته، وأذقهم نصرك العاجل وفتحك القريب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى فرحتكم يرحمكم الله.